أن يُخسف بي أو أُعذَّب. قال: فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وجلس الناس في الشرفات. فقال يحيى عليه السلام: أيها الناس، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أمرني وأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله بذهب أو ورق، فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأمرني وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمرني وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه ريحها، أي ريح هذا المسك الذي معه. وأمرني وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا وثاقه وأوثقوا يديه إلى عنقه، فجعل يقول لهم: هل أستطيع أن أفدي نفسي بمالي؟ قالوا: نعم. فجعل يقدم القليل والكثير ليفك وثاقه. وأمرني وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في طلبه سراعا فأحرز نفسه في حصن يحتمي به من عدوه، فإن مثل ذلك كمثل الذاكر لله تبارك وتعالى يحرز نفسه في يحتمي بالله تبارك وتعالى بهذا الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس: آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فإنما خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حصب جهنم. قيل: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. حديث ربما لم يستمع إليه الكثير منا، ربما لم يسمعه الكثير إلا للمرة الأولى، يشتمل على أركان الدين ويشتمل على أوامر عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وقبله يحيى بن زكريا عليهما السلام. تعالوا بنا لنقف مع جزئية من جزئيات هذا الحديث الطويل، نأخذ منه فقرة واحدة لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. أول هذه الفقرات: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل الذي يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله بذهب أو بفضة، فجعل هذا العبد أو هذا الخادم يتاجر في مال سيده ويجد ويجتهد في العمل، ثم يأخذ الربح الناتج عن هذا المال أو عن هذا العمل فيعطيه لرجل آخر غير هذا السيد الذي اشتراه، فأيكم يسره أن يكون عبده أو خادمه كذلك؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن الشرك يا عباد الله هو أظلم الظلم وأكبر الكبائر. ولكن كيف وصل الشرك إلى هذه الأرض وغير ودنس هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ فلقد كان الناس على شريعة آدم عليه السلام يعبدون الله تبارك وتعالى على شريعة الحق والهدى، كما ذكر ذلك الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، فإن بداية الشرك ظهرت في قوم نوح
فكان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلها على شريعة الحق والهدى. فلما اختلفوا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. نعم، كانوا على شريعة الحق والهدى يعبدون الله تبارك وتعالى، إلى أن جاء قوم نوح عليه السلام فزين لهم الشيطان، زين لهم عبادة الأوثان والشرك بالله تبارك وتعالى من خلال أصنام صنعوها لرجال صالحين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، موهما إياهم أن يتخذوا هذه الأصنام لتذكرهم بهؤلاء الأشخاص الذين كانوا يتعبدون لله جل وعلا، فإذا ما رأوا صورهم جدوا واجتهدوا في الطاعة والعبادة. فلما مرت الأيام وعدت السنين عبدت هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. هكذا يقول الإمام البخاري في الحديث الذي أورده في تفسير سورة نوح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صارت الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، فود، أي هذا الصنم الذي ذكر في سورة نوح كان لكلب، وهي قبيلة من القبائل في دولة الجندل، وسباع كان لهزيل، ويغوث كان لمراد، ثم لبني قطيف عند سبا، ويعوق كان لهمدان، ونسرى كان لحمير أو لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء لرجال صالحين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. فجاء بعدما مات هؤلاء الناس الصالحين، بعدما توفاهم الله تبارك وتعالى، جاء الشيطان وأوحى إلى هؤلاء القوم أن ينصبوا إلى مجالسهم الذي كانوا يجلسون فيها أنصابا تذكرهم بهم، ففعلوا، ولكنهم لم يعبدوها في هذه الأيام، لم تعبد. وبعدما هلك أولئك القوم الذين صنعوا هذه الأصنام والأوثان عبدت من دون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم هؤلاء القوم وأن يخلصهم من هذه الشركيات وهذا الكفر والضلال المبين، أرسل إليهم نوحا عليه السلام، فدعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده بالليل والنهار سرا وعلانية، ولكن قابلوه بالإعراض، قابلوه بالإعناد، وأصروا واستكبروا استكبارا كما قال رب العالمين جل وعلا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما يئس نوح من هؤلاء القوم ويعني يئس من دخولهم في دين الله تبارك وتعالى بعدما قابلوه بالعناد والإعراض، دعا الله تبارك وتعالى عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله جل وعلا لدعوة نوح عليه السلام وأمره بأن يصنع السفينة كما ورد في سورة هود، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأمر الله السماء فأمطرت والأرض فتفجرت بالمياه وصارت الأمواج كما وصفها رب العالمين تبارك وتعالى في سورة هود، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، اركب مع الموحدين، اركب في هذا الركب مع القوم الصالحين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحاد بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ثم جاء من بعد قوم نوح قوم عاد، فعبدوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، منها صدى وهدى وصمودة، أسماء لأصنام كانوا يعبدونها. فأرسل الله تبارك وتعالى هودا عليه السلام فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
تكبروا وتجبروا واعتدوا وقالوا من أشد منا قوة، ونسوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فأهلكهم رب العالمين تبارك وتعالى بالريح. ثم جاء من بعدهم قوم ثمود فعبدوا من دون الله آلهة، فأرسل الله إليهم صالح عليه السلام، ولكنهم عاندوا وأصروا على ما هم عليه فأهلكهم الله بالصيحة. ثم من بعدهم قوم إبراهيم عبدوا الأصنام، عبدوا الشمس والقمر، عبدوا النجوم والكواكب، فأرسل الله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا. وكل الأنبياء والرسل من بعد إبراهيم من ذريته هو ومن نسله هو، كل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق بن إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من والد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ثم جاء بنو إسرائيل وانتقل إليهم الشركة، فعبدوا العجل في أول الأمر فنهاهم موسى وهارون عليهما السلام، ثم عبدوا بعد ذلك عزير وقالوا أنه هو ابن الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. ثم جاء النصارى بعدهم فعبدوا المسيح ابن مريم عليه السلام، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم انتقل الشرك والضلال إلى جزيرة العرب، بعد ذلك انتقل إلى جزيرة العرب على يد عمرو بن عامر الخزاعي، قبحه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم. قصبه يعني أمعاءه، فهو أول من سيب السوائب وغير في دين إبراهيم عليه السلام. زادت الأصنام وانتشر الشرك في أرض الجزيرة العربية حتى حول بيت الله الحرام، كان حولها من الأصنام الكثير. إي والله، حتى جاء في الحديث أنهم كانوا يعبدون الحجر من دون الله جل وعلا في الجاهلية، فإذا رأوا حجرا أحسن منه ألقوا الحجر الأول، ثم أخذوا الحجر الثاني فعبدوه من دون الله، ثم إذا لم يجدوا حجرا جمعوا كومة من تراب وجاءوا بالأغنام فحلبوا عليها اللبن على التراب، ثم طافوا حولها إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم ليخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والضلال التي أحرقوا أنفسهم بها إلى نور التوحيد وضياء عبادة رب العالمين تبارك وتعالى. وقال ممتنا عليهم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي رواية من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن من هؤلاء القوم من عاند وكفر بالله جل وعلا، فقامت هذه الفئة الكافرة فصبت على الموحدين، على النبي وأصحابه ألوان العذاب وألوان البلاء، ولكن كل ذلك لم يؤثر في من ذاقوا حلاوة الإيمان شيئا، ما أثر فيهم، بل زادوا قوة وصلابة وإيمانا بالله جل وعلا. نعم، زادوا قوة وإيمانا بالله تبارك وتعالى. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو إلى الله جل وعلا حتى جاء الفتح المبين ودخل الناس في دين الله أفواجا، وظل الناس ينعمون في ثوب التوحيد وفي عبادة العزيز الحميد تبارك وتعالى زمنا طويلا، حتى ظهرت الفتن وأضلت برأسها الظلوم وبوجهها الكالح الغشوم، وعاد الناس من جديد وابتعدوا رويدا رويدا عن عقيدة التوحيد، ورجعوا
وبدا يدب في الأمة الشرك من جديد بعدما كانوا على العقيدة الصحيحة. نعم، ولكن لم يكن الأمر على الصورة الساذجة التي كان عليها المشركون قديما، من مجرد حجر يصنعوه بأيديهم ثم يصرفون له العبادة من دون الله تبارك وتعالى، ولكن تعددت الصور وكثرت الأشكال، أشكال الآلهة والأصنام من دون الله تبارك وتعالى في مجال التشريعات وفي مجال الاعتقادات وفي مجال النسك. كل ذلك يضع على عاتقي وعاتقك أيها المسلم، أيها الموحد لله جل وعلا، حملا كبيرا في أن تدعو غيرك لله تبارك وتعالى، وأن تبين الصواب من الخطأ، وأن تبين الحلال من الحرام لهؤلاء القوم المساكين، تبين لهم الصورة الصحيحة في توحيد رب العالمين تبارك وتعالى، عملا بقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كانت هذه مقدمه لنعلم كيف وصل الشرك الى هذه الارض بعدما كانت على عقيدة التوحيد من آدم عليه السلام، إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه في هذه الأيام. تعالوا بنا لنبين خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى. كان من المفترض أن نتكلم عن الشرك في الكتاب والسنة كما حذر رب العالمين تبارك وتعالى منه في كتابه، وحذر صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن حتى لا يطول المقام نأخذ ما ذكره رب العالمين جل وعلا ونلجئ الآخر إلى جمعة أخرى إن قدر الله بقاء ولقاء. حذر الله تبارك وتعالى من الشرك في كتابه أيما تحذير، بل إن جميع الأنبياء والرسل كان أول ما يدعون إليه هو عباده وتوحيد الله جل وعلا، وكان أول ما يحذرون منه هو التنديد والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآيتان في سورة النساء. وقال تبارك وتعالى كما جاء في سورة المائدة على لسان عيسى بن مريم، قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من الشرك: يا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أول المحرمات، ألا تشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بل قال الله سبحانه وتعالى لصفوة خلقه من الأنبياء والرسل: حتى لا تظن أنك في مأمن يا عبد الله، قال الله عز وجل لأنبيائه ورسله أكرم خلق الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل بعدما عدد في سورة الأنعام 18 نبيا، قال بعد ذلك:
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء ورسل ومع ذلك لو وقعوا في الشرك بالله جل وعلا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال الله عز وجل لأكرم خلقه عليه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله خليل الله وحبيب رب العالمين جل في علاه. قال الله عز وجل له محذرا إياه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله في عقيدة التوحيد يا عباد الله أن تشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في عبادتك أو في دعائك أو في نذرك أو في استغاثتك أو في خوفك، كل ذلك كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله جل وعلا. هذا ما قدم الله تبارك وتعالى لنا في هذه الجمعة المباركة والجمعة تبقى إلى جمعة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لدينك أن يعود ولشريعتك أن تسود ولكتابك أن يحكم الوجود. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فشل أركانه وأخلص لسانه وأعمي بصره وثقل يا رب سمعه واجعل الموت أغلى أمانه. اللهم اغفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.